خبر الآن على موقع اعلام دوت كوم اللي بيرأس تحريره الزميل العزيز محمد عبد الرحمن. الخبر مهم ليه بقى؟ لأنه نصه زي ما هقراه لحضراتكم وتشوفوا الخبر معانا على الشاشة. بيقول: علم موقع اعلام دوت كوم من مصادر عن وقف عرض مسلسل الملك المأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ من بطولة عمرو يوسف. وبيضيف خبر اعلام دوت كوم انه اكدت المصادر انه تقرر وقف عرض المسلسل بعد الانتقادات التي وجهت له على الملابس والازياء وشكل الممثلين الذين ظهروا في البرومو الخاص بالمسلسل لحين مراجعة تلك الانتقادات. والتفاصيل بقى: مسلسل الملك مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب إلى آخر. هنا هذا الخبر الحقيقة أنه يعني أنا أثق في الخبر عند محمد عبد الرحمن إعلام دوت كوم أنه بيتحرى الدقة بشكل كامل، يعني يمكن عشان كده نحست أن أنا أقرأ الخبر من عنده. الخبر إذا كان صحيحا 100% فإحنا قدام حالة من الاستجابة الحميدة لانتقادات كتيرة اتقالت الفترة اللي فاتت عن البرومو بتاع مسلسل أحمس، إنه الممثلين اللي طالعين بدقنهم والملابس تصميمها شكله عامل إزاي، وكان في أخطاء تاريخية جدا. وأعتقد طيب خلونا نسمع كمان من زميلي العزيز وصديقي الأستاذ محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم. يا ابو حميد. انا يا دكتور زي حضرتك. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ انا بس ايه لما لقيت الخبر نازل في اعلام دوت كوم قلت لا نقراه من عندك، فقول لي تفاصيل هذا الخبر. لا هو حتى الان لا توجد تفاصيل بمعنى كلمه تفاصيل صحفيه، لكن المعلومات التي وردت لنا انه بيتم مراجعه موقف المسلسل. تمام. يعني طبعا كان في حمله كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي، ده لا ينفي الجهد الكبير اللي كان معمول فيه، ولا ينفي انه في ناس تعبت فعلا في الحدث، لكن يبدو ان هناك بعض الامور قد تتغير في الايام المقبله يعني. طيب يعني احنا دلوقتي قدام حاله مراجعه، ولذلك تم ايقاف مثلا ما تبقى من ايام التصوير. ما عنديش معلومة عن التصوير، التصوير يبدو انه يعني حتى الان يعني مستمر حسب معلومات اخرى، ولكن لن يكون ضمن الخريطة الرمضانية لرمضان 2021. يعني احنا ممكن حتى هذه اللحظة ممكن الخبر يكون هو ارجاء عرضه لحين التصرف فيه. اعتقد ده الاقرب للدقة يا دكتور محمد. انه لن يكون ضمن الخطيطة، ربما تحدث تعديلات، ربما تحدث مراجعات، دي بقى الامور اللي هي لم تاتيني، لانه فعلا الخبر يعني معايا من 30 دقيقة بالكثير، فالتفاصيل لم تتكثف بعده. اعتقد انه في حتى معظم صناع المسلسل ما عندهمش لسه تفاصيل الخبر. لكن يعني انا اقصد انه لانه في البعض بدا يتزايد ويقول لك انه والشركه تدفع التكاليف والحاجات، انت عندك الخبر انه هو وقف عرضه في رمضان. هو مش من ضمن الخريطه الرمضانيه اللي هتبقى موجوده في رمضان، ده حسب المعلومه التي اكدت لي او نقلت لي قبل قليل يعني. تمام. مشكورك جدا. الصديق والزميل العزيز محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع اعلام دوت كوم. فاذا المعلومه انه مش هيعرض مسلسل الملك في رمضان. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ خلينا نبقى منتظرين. قبل ما نكمل تليفوناتنا، انا بس يعني في بيان حالا للخبر اللي كنا بنتكلم عنه مع زميلنا الاستاذ محمد عبد الرحمن رئيس تحرير اعلام دوت كوم. بيان من الشركه المتحده تعلن وقف مسلسل الملك وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية، حتى لا يترتب على ذلك أو حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان القادم. يبقى إذن البيان يصحح أو يدقق المعلوم. الشركة المتحدة بتقول أنه تم تشكيل لجنة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع هيشوفوا المسلسل بتاع الملك ويراجعوا السيناريو كامل بمهنية وبموضوعية، وقالوا انه حتى لو ترتب على ده عدم عرضه في رمضان، بمعنى انه اللجنة اللي هتشكل من المتحدة من التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع هتشوف المسلسل، اذا اقرت انه ده متفق، يعني لانه في ناس انتقدت كتير من خلفيات كتير،
لكن هذه اللجنة العلمية هتقول والله المسلسل متفق يمكن يذاع، قالت انه مش متفق او على الاقل انه حتى لو ترتب على رأيها عدم عرضه في رمضان. فهو الحقيقة بادرة طيبة جدا من الشركة المتحدة، بنشكرهم عليها لانه استجابة ليه حالة النقد، وبعدين حالة الزهو بتاعت امبارح دي كانت مؤثرة فيما اعتقد. فخلونا نشوف مصير مسلسل الملك ان شاء الله.